دابا كاين اولا الناس ولات كتشد يعني التليفون ديالها ولا كتشد واحد العدسه ديالها وكتبقى تصور ما كتبقاش، مع انه كاين ناس اللي ماشي صحفيين وشتهم كيصوروا واحتاطوا انهم ما يصوروش الوجوه ديال الضحايا، يعني كيصوروا الحدث وما كيحاولوش يصوروا الناس. يعني هنا كيبان لك نسبه الوعي كاينه عند البعض وما كايناش عند البعض الاخر، ولكن هذه مناسبه عبر منبركم الاعلامي ان نمروا رساله ان الحق في الصوره هو حق يعني شخصي، يعني شخص المعني به. ما يمكنلكش تنشر واحد الصوره دون اذن صاحبها، وحنا شفنا كيفاش العدسات الفرنسيه استغلات واحد الصوره ديال واحد المغربيه ونشرتها في لا اون، نشرتها في الصفحات الاولى، وهذه مساله خطيره وخطيره جدا من يعني من الناس اللي كيدعيوا الحقوق والحريات من 1789، وهما كيقول لك بان حنا عندنا يعني السبق فيما يتعلق بالحقوق والحريات، كيعطيو دروس في هذا المجال. وللاسف كيبان بانه ملي كتجي في هذا في 2023 كتلقاك استغلوا يعني صوره ديال واحد السيده بدون اذنها، وكتلقى كيفاش كيهضروا على الاستعمار في هذا الزمن. كيبان لك بانه راه كاينه واحد سكيزوفرينيا في التفكير، واحد سكيزوفرينيا في الخطاب، واحد سكيزوفرينيا ايضا في الممارسه. وبالتالي هذا امر اللي خصو يوعوا به الناس ان الصوره راها يعني عندها واحد الحمايه جنائيه لا في القانون الصحافه ولا في القانون الجنائي. كذلك من الامور اللي انا اعتبرها مشينه وكاعتبرها يعني مؤلمه انه كثير من الصور ديال الاطفال تم تداولها ونشرها عبر عدة مواقع، وهذا أمر يعني مرفوض ومرفوض بالمرة. كتعرفوا الطفل هو المستقبل، وحرام أنك تأخذ واحد التصويرة ديال واحد الطفل اللي يقدر يكبر ويقول لك بأي حق التقطت تلك الصورة وأنا لازلت طفلا. وكنعرفوا بأن منابر يعني أو الشبكة العنكبوتية تحمل تلك الصورة لسنين وربما لقرون إذا بقى مستمر يعني الوضع هكذا، يعني في الانفتاح على الإنترنت وما جاتش شي حاجة أخرى الله أعلم. بالتالي كتبقى الصوره دائما موجوده، وهذا امر اللي انا كنعتبره مشين وخطير جدا. علينا ان نتعامل بحضاره كافيه. شنو كنقصد بالحضاره الكافيه؟ يعني الحضاره اللي كتبان من خلال احترام النصوص القانونيه. مادام كيقولنا القانون ما نصوروش الناس الا باذنهم، دونك ما نصوروا الناس الا باذنهم. مادام تمنع اننا ناخذ صور الاطفال فيجب الامتناع او يجب الكف عن نشر صور الاطفال وكذلك اخذها.